مع أنه أول من أصدر تعليمات مشددة منع خلالها استخدام الجامعات العراقية والمؤسسات التعليمية في الحملات الدعائية للمرشحين، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اختار جامعة ديالى مكانا لمؤتمر قائمة النصر. مراقبون انتقدوا ذلك. رئيس الوزراء جاء مرشحا وارتكب العديد من الخروقات. والحمد لله قاتلوا معا، قاتلوا عدوا واحدا، لم يحصل ولا اشكال واحد. كانوا يتقاسمون طعامهم وسلاحهم ويقاتلون معا. هذا العراق اللي نريده، مو عراق الفرقه، مو عراق الواحد ضد الاخر، مو عراق الطوائف، مو عراق الطائفيه، مو عراق القوميه البغيضه. نعم نحن نحترم كل القوميات، نحترم كل المذاهب، نحترم كل الانتماءات. اي انسان من حقه يفتخر بقوميته، بمذهبه، بدينه، بانتماء، هذا حق، بس ما يجوز نفرق بين المواطنين على اساس الانتماء، ما يجوز. يعني حقيقة كنا نتمنى ان تكون يعني او ان يكون ملف الانتخابات العراقية ملفا نظيفا ونزيها، لكن يبدو ان خروقات انتخابية كثيرة تقع هذه الايام، وخاصة يعني زيارة رئيس الوزراء اليوم الى محافظة ديالى واقامة مؤتمر انتخابي لكتلته باعتباره مرشحا، هذا اولا. ثانيا جاء بوفد رسمي وبامكانيات الدوله وبسيارات الدوله، واعتقد هذا يمثل خرقا انتخابيا. مفوضيه الانتخابات ستدخل اختبارا يبدو معقدا بحسب مثقفين، لانها ولكي تؤكد استقلاليتها عليها ان تتعامل مع العبادي مرشحا اسوه بالاخرين. مؤسف جدا ان السيد رئيس الوزراء يستخدم الحرم الجامعي للدعاية الانتخابية لتحالفه. أعتقد على مفوضية الانتخابات أن تقف موقف حازم تجاه هذا الإجراء. أما مرشحو كتلة النصر فقد أرجعوا سبب اختيار الجامعة لعدم توفر أماكن أخرى، فضلا عن قاعة الجامعة الكبيرة التي تستوعب الحاضرين، فضلا عن افتتاح المبنى الجديد لكلية الزراعة. المشروع الائتلاف اليوم في جامعة ديالى بسبب لا توجد قاعات في معرض ديالى وبسبب الأمطار، علما أن ديالى تحتوي على ملعب واحد وغير مهيئ لاستقبال رئيس الوزراء. كرئيس ائتلاف العراق فأجرنا القاعة من جامعة ديالى لكودن يوم سبت عطلة ماكو دوام. مرشحون يتساءلون هل بإمكانهم إقامة هكذا مؤتمرات في الجامعات العراقية، أم يتطلب ذلك نفوذا سياسيا كبيرا. فالعبادي دخل المحافظة مرشحا ووصل إليها بموكبه الرسمي. من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عادل عنبقي، الحرة.